لمناقشة رفض تركيا دعم ملف السويد للانضمام إلى حلف الناتو إثر حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب الصحفي التركي جلال ديمير. أستاذ جلال، مرحبا بكم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برر موقفه الرافض لانضمام فنلندا والسويد منذ البداية لحلف الناتو، برره بأنه لا يريد أن يتكرر خطأ موافقة تركيا على انضمام اليونان للحلف. هل صدق حدسه اليوم مع السويد أستاذ جلال؟ طبعا الرئيس أردوغان لديه يستخدم بعض الأوراق السياسية وبعض الأوراق الاجتماعية ضد أو اتجاه بعض الدول الذي يريدون أن يضغطوا على تركيا من ناحيتين. تركيا بنفس الوقت هي دولة مسلمة، ولذلك يهتم أيضا بتعامل الدول الغربية بالتعامل مع المسلمين أيضا، فلذلك تركيا هي بنفس الوقت دولة تعتبر أوروبية ودولة في الشرق الأوسط، فتستخدم بعض الأوراق السياسية وبعض الأوراق الاجتماعية ضد بعض الدول الأوروبية مثل ما ذكرتم قبل قليل. ولكن تركيا طبعا خصوصا في الفترة الأخيرة في الأوان الأخيرة أصبحت لديها أوراق سياسية أكبر يضغط عليها على الدول الأوروبية. أستاذ جلال، من أي زاوية يمكن أن ترى موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من السويد بعد حادثة حرق النسخة من القرآن الكريم وذلك تم بحماية من الشرطة السويدية؟ كيف ترون هذا الموقف وكيف تقيمونه كأتراك؟ طبعا يعني أظن أنه الرد القوي كان من أحد الدول التي رد بشكل قوي على هذا الفعل هو كان تركيا. وتركيا طبعا بنفس الوقت ردها كانت ليست على مستوى الاجتماع، على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع صار يعني كان رد قوي جدا على هذه الفعل القبيح، هذا الفعل الذي صار لها أثر على جميع المسلمين. طبعا المجتمع التركي خصوصا في شرق تركيا كان رد جماهير قوي جدا، يعني عملوا صار مظاهرات قوية ضد هذه الفعل القبيح. ومثل ما ذكرت قبل قليل طبعا تركيا ليس فقط كمجتمع تركي، حتى الأحزاب المعارضة جميع الأطراف وقفوا ضد هذه الفعل القبيح، وهذا طبعا تدل دليل على أيضا أن تركيا هو فعلا لماذا أمام القنصلية والسفارة التركية، لأن تركيا الشخص الذي عمل بهذه الفعل القبيح أو يعرف أن تركيا هي الدولة التي تحمي المسلمين وتحاول أن تحمي المسلمين والإسلام، ولذلك عملوا هذا الفعل كي لأمام السفارة التركية. وتركيا كدولة وكشعب نعرف أنه لها معنى فعل أو إجراء هذه الفعل القبيح أمام السفارة التركية، وتركيا بشكل قوي رد على هذه الفعل، ولا أظن أنه سيبقى بهذا، ممكن أنه يكون عقوبات أخرى سياسية بعقوبات سياسية واستراتيجية. ولكن دكتور جلال، الآن السويد تلقي باللوم على تركيا وتتهمها بأنها تعرقل انضمامها لحلف الناتو، خاصة أن هناك اتفاقيات قد تمت بين تركيا والسويد وعلى أساسها يمكن للسويد أن تنضم إلى حلف الناتو. هل وفت السويد حقا بما تم الاتفاق عليه بين تركيا والسويد أستاذ جلال؟ طبعا يعني بعض الدول دائما يكون عندهم علاقات واتفاقيات في مصالح مشتركة، يكون هناك اتفاقيات وفق أهمية الاتفاقيات الذي جرى بين الدولتين يكون الالتزام بها أو يكون التراجع،
بين كل الدول هذه الاتفاقيات تكون موجودة، وتركيا بين تركيا وبين السويد أظن أنه كان هناك بعض الاتفاقيات على، أو ممكن السويد أخذ وعد من تركيا على أن يدعمه في دخولهم لحلف الناتو، ولكن بهذا الفعل أردوغان بنفس الوقت ونحن على وشك أو قريب للانتخابات، فمن الطبيعي في هذه الفترة ممكن أنه أيضا يؤثر على الانتخابات، لأن الجمهور، لأن الشعب في حالة دعم تركيا أو وقوف تركيا مع السويد في دخولها لحلف الناتو ممكن أنه يؤثر على المجتمع المحافظ في تركيا، يعني لأسبابين. السبب الأول الحكومة نفسها استراتيجيا ضد هذه الفعل ولا يقبل بهكذا شيء وتريد أن تخالف السويد، وثانيا المجتمع التركي خوفا من المجتمع التركي والانتخابات أن تؤثر على انسحاب أو تهديد أو القول بأن إرسال رسالة للسويد من هذا الناحية. هل تعتقد أستاذ جلال أن هناك أطراف أخرى تريد للعلاقات التركية والسويد ألا تسير للأمام، يعني ضد التقارب السويدي التركي، تعتقد ذلك أستاذ جلال؟ لا أظن جدي هناك أطراف يريدون ذلك، ولكن بطبيعة الحال الأوروبا، الدول الأوروبية، لأن تركيا هي دولة استراتيجية ودولة واسطة بين أوروبا والشرق الأوسط، فلذلك اتفاقية أو قرب أن تكون تركيا قريبة على السويد الدول الأوروبية هذا بالنسبة لهم يعني للوصول إلى الشرق الأوسط نجاح. ومن ناحية ثانية، من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الزراعية ومن ناحية من أكثر النواحي، تركيا طبعا نقطة هامة استراتيجية بالنسبة للدول الغرب وليس فقط مباشرة السويد، أكثر الدول الغربية الغرب يهتمون بأن لا يكون مشاكل، هي مشاكل بين السويد وبين تركيا. من اسطنبول الكاتب الصحفي التركي جلال ديمير، شكرا جزيلا لكم.